كلمة المقدم بهاء الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، منذ فجر التاريخ وهذا الوطن قد اختصه الله بحمايته وجعله مهدا لرسله وأنبيائه، بل أن المولى سبحانه وتعالى لم يتجلى على بقعة من بقاع الأرض إلا في مصر في الوادي المقدس طوى بجبل طور سيناء. أن المولى تبارك وتعالى هو الذي وفق الزمان والمكان حتى تستعيد مصر قوتها وعزتها، فكان أن أمرت سيادتكم الصناع بصنع ثوب ترتديه مصر، ثوب من المشروعات القومية العملاقة في كل صوب وحد لا يتسع المقام لحصرها ولا سردها، فكل مجال في مصر أصبح مشروعا قوميا جديدا يضيف لبنة كل يوم في صرحها الشامخ. ومن منطلق أن الشعب الذي لا يملك غذاء لا يملك قرارة، صدرت توجيهات سيادتكم بالتوسع في المشروعات الزراعية التي تعمل على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، بل وزيادة التصدير بما لا يخل باحتياجات المواطن. سيادة الرئيس، لقد كانت زيارات ومتابعة سيادتكم السابقة والمستمرة لمشروع مستقبل مصر دافعا لنا لبذل كل الجهد والعرق لتنمية هذا المشروع الذي تحدى نفسه وأضاف كل يوم جديدا في الإنجازات، حتى صار من أكبر المشاريع الزراعية مساهما في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها بلادنا. واليوم يتشرف مشروع مستقبل مصر بافتتاح سيادتكم له، فنرفع بسيادتكم سقف الطموح إلى عنان السماء نحو إتمام مشروع الدلتا الجديدة الذي سوف يكون بإذن الله نقلة حضارية ونوعية لمصر، ليس في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي فحسب، بل في كل المجالات. إن القسم الذي أقسمناه سيادتكم بحماية الوطن والدفاع عنه بالأرواح هو قسم ممتد إلى هذا العمل التنموي العملاق، نجدده ولا ننساه، أن ندافع عن سلامة الوطن وصيانة أراضيه، وأن نعمل جاهدين على الحفاظ على أقواتي وغذائي وتنمية الوطن. اللهم أعز مصر بسيادتكم واحفظها من كل سوء، ولتأذن لسيادتكم استعراض مراحل تطور نمو المشروع وخطته وأهدافه. سيادتك فندم، احنا عندنا ان شاء الله نستعرض في العرض مشروع مستقبل مصر رؤية جديدة، المحاصيل الاستراتيجية، مشروع المنيا وبني سويف، مشروع مستقبل مصر في أرقام. سيادتك فندم، كنت أمرت في يوليو 2017 بالبدء في استصلاح مشروع مستقبل مصر. بداية تم تخصيص مساحة 200,000 فدان، وفي عام 2021 سيادتك في زيارة 8 يناير 2021 سيادتك أمرت بإضافة مساحة أخرى ل 150,000 فدان، ثم وجهت سيادتك بعد ذلك بزيادة المساحة المخصصة ل 700,000 فدان لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل مصر 1,050,000 فدان، وهي تمثل 50% من مشروع الدلتا الجديدة. وحنستعرض دلوقتي سيادتك المساحات التي تم استصلاحها والمساحات المستهدف إصلاحها في المستقبل. قدامنا سيادتك فندم منظر من صور الأقمار الصناعية عام 2018. إحنا عندنا كان استصلاح وزراعة 40,000 فدان، ودي مرئية من الأقمار الصناعية. ثم بيأتي بعد ذلك سيادتك صورة قمر صناعي من 2019 بتبين شكل النمو الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية بالمشروع لتصبح 110,000 فدان. ثم بعد ذلك سيادتك فندم هيبقى في صورة قمر صناعي لعام 2020 بتوضح شكل التوسع باستصلاح مساحة إضافية وصولا إلى 200,000 فدان. فبراير 2021 وجهت سيادتك فندم بزراعة 150,000 فدان انتهاء في نوفمبر 2021، والحقها سيادتك مساحة 10,000 فدان شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وتم الانتهاء من تنفيذ في 3 شهور. سيادتك فندم دي صورة قمر صناعي لعام 2022، هذا الوضع القائم حاليا وما نحن فيه داخل هذا المشروع بيبين شكل التوسع الزراعي. الموقف العام لمشروع مستقبل مصر سيادتك داخل الدلتا الجديدة، وبيبين هنا سيادتك مراحل المشروع. هنا سيادتك المرحلة الأولى هي دي سيادتك المرحلة المنفذة، ثم يأتي بعد ذلك سيادتك مرحلة ال 34,000 فدان، وحاليا احنا سيادتك جاري تنفيذها. الأخضر المتدرج كله سيادتك بألوانه يعد ده مشروع مستقبل مصر. يمين الشاشة سيادتك شرق مشروع مستقبل مصر، الترعة اللي سيادتك بتخش 41 كيلو حتى بداية المشروع، ثم سيادتك 80 كيلو سيادتك داخل المشروع.
دي عشان تغذي سيادتك المرحلة الثانية إن شاء الله، والمرحلة الثالثة اللي سيادتك أمرت بدخولهم 700 ألف فدان. ده سيادتك مشروع جنة مصر إن شاء الله. سيادتك دي أراضي وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة داخل الدلتا الجديدة، دي أرض مشروعات سيادتك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الزراعة. ثم سيادتك برضو فندم، ده الوضع مكبر لصورة مشروع مستقبل مصر، المرحلة الأولى المنفذة، المرحلة الجاري تنفيذها انتهاء أكتوبر هذا العام، المرحلة الثانية دي 300 ألف فدان انتهاء سيادتك يوليو 2023 مع دخول الترعة. سيادتك أيضا المرحلة الثالثة 400 ألف فدان انتهاء إن شاء الله فندم يوليو 2024 لتصبح المساحة الإجمالية لمشروع مستقبل مصر 1,050,000 فدان. ثم مشروع مستقبل مصر فندم في رؤية جديدة هنا سيادتك. يا بهاء خد وقتك حاضر فندم، يعني ما تستعجلوش، احنا من يعني احنا عايزين نطمن ان احنا امورنا ماشيه تمام سيادتك، انت ما تستعجلش يعني. حاضر فندم، فارجع تاني لو سمحت ارجع للسلايد. احنا معانا يعني مستثمرين، حاضر، ومعانا الاعلام، ومعانا من اجهزة الدولة. تمام، مهم قوي ان احنا نبص على ده ونتكلم فيه بشكل حاضر مريح، لان مثلا ارجع لو سمحت، يعني المرحلة الثالثة اللي انت حاططها 23-24، احنا بقى كلامنا ولا يا دكتور مصطفى، احنا كلامنا ان احنا ما نقدرش نستنى لغاية 24 يا بهاء. تمام سيادتك. طب ده هيبقى محتاج مننا واحنا موجودين دلوقتي كده يمكن نضغط على نفسنا شوية عشان الظروف اللي انتوا شايفينها، مش كده ولا ايه؟ صح. فيعني ارجو انك انت ايه يعني، انا انت عارف حاجتك اللي بتعملها وانا متاكد من كده. تمام سيادتك. لكن انا يهمني ان احنا كمصريين دلوقتي نبقى شايفين ده واحنا وشايفين تطوراته والاهداف بتاعته ايه، لان انا هتكلم في الموضوع ده على حاجات كتير. تمام سيادتك. وبالتالي ادينا فرصه ان احنا نبقى مطمنين. انا ما اقدرش اكون مطمئن لو تجاوزت 23 يا بهاء. تمام سيادتك. في الرقم اللي انت حطه هنا في مستقبل مصر، مصر غير اللي في توشكا وبني سويف والمنيا واللاهون وغيره، ولا انا بقول كلام صح؟ فندم تمام سيادتك. فانا ليه بنقول كده؟ ليه رجعتك ونبص على الارقام ديت؟ وعشان كده بقول لك حتى لو هنضغط على ده، يعني ما انا عارف ان الترعه اللي بتتعمل دي وانا قلت الكلام ده قبل كده، لكن باكده عشان نقول هو التكلفة دي تكلفة بسيطة دكتور مصطفى. لا صحيح، التكلفة هنا أنا بقولها لينا كلنا، وأنا آسف إن قطعتك بهاء يعني. تمر سيادتك. يا جماعة اللي بتسمعونا وبتشوفونا دلوقتي، التكاليف اللي بتتعمل في المشاريع دي أكبر كتير كتير من أي تكلفة بتتعمل في الدلتا. ليه؟ أكيد وأنتوا جايين شفتوا ان احنا دخلنا في عمق الصحراء، رغم ان الشريط الموازي للنيل بيتزرع بطريقه تانية خالص، ولا يا دكتور مصطفى؟ بيتزرع ايه؟ بيتزرع بانحدار طبيعي للميه، ودي رابع او خامس مره اورا. يعني ايه انحدار طبيعي؟ يعني مش محتاجين حاجه، الميه ماشيه من العالي يعني للمنخفض، وبالتالي ما فيش مشكله فيها. ولكن لما تيجي تبصوا من فوق على الشريط الموازي للنيل خلال السنين اللي فاتت، تلون ان احنا بنينا عليه وسبنا الصحراء، وسبنا الظهير الصحراوي اللي موجود اللي ممتد على اجناب النيل اللي كنا ممكن نبني فيه مدن ونبني فيه حياتنا، ونسيب الارض الزراعيه الغاليه ديت اللي تكلفتها علينا مش كتير. كل اجراء احنا ما عملناهوش بندفع ثمنه دلوقتي، كل إجراء الدولة ما خدتش بالها منه وما عملتوش. أنا مش بتكلم في سنة وعشرة وعشرين، أنا بتكلم في 40 و50 سنة. وعشان كده بقول لينا كلنا، حتى احنا دلوقتي في نقاش بيتم في البلد وفي حوار يعني في حراك كبير جدا جدا واحنا سعداء بيه، لكن بقول لكل اللي بيسمعني من فضلكم، الدولة حاجة تانية، الدولة كلامها حاجة تانية، وإجراءها عايز كتير من الفهم والدراسات عشان تقول اللي انت ماشي فيه ده ناجح ولا لأ،
يتوافق مع التطور اللي البلد فيه ولا لا، هيتحدى خلال الخمسين مئة سنة ولا لا، ولا الموضوع في وقته. بقول كده ليه؟ لأن ممكن أول حد يقول طب انتوا بتكلفوا التكاليف دي ليه؟ احنا لسه ما دخلناش في دي، مش كده بقى؟ تمام ست الفن. لا احنا بنتكلم في ارقام كبيره قوي. انا كنت ذكرت قلت من 200 ل 300 الف جنيه للفدان، يعني المليون فدان دول يخشوا في 200 250 مليار جنيه. ده على الاسعار اللي احنا كنا متكلمين عليها من سنتين ثلاثه، يعني دلوقتي بقى اكتر من كده ممكن. طب حد يقول ازاي يعني؟ طب البدائل ايه؟ البدائل لو ما عملناش كده يبقى ايه؟ اذا كنا احنا من لو في خلال العشر سنين اللي فاتوا دول زدنا تقريبا 20 مليون، العشرين مليون دول طلباتهم قد ايه من السلع الاساسية؟ طب احنا نمونا كدولة وانتاجنا يقدر يكافئ ده؟ مش بتكلم في الزيادة السكانية، انا بتكلم في تخطيط دولة لتحقيق الكفاية لشعبها. وبالتالي ما عندناش خيار تاني. حتى تقول دي طب ما نستورد من بره. طب ما ندكوا النهارده الازمه اللي موجوده دي ازمه كاشفه للموضوع دوت. فما تستعجلش يا بهاء. وانا يعني الفريق محمد. يا محمد احنا مش هنقدر نستنى المده دي يا جماعه. ها؟ مش هنقدر يا محمد. ولا يا بهاء. اللي تمر بيه سيادتك فندم. كان عليا اخلص امبارح. اه ده محمد. ان شاء الله قدر كان عليا يخلص ايه امبارح سيادتك. انت النهارده تحرمني من 400,000 فدان ينتجوا قد ايه قمح لو عملتهم قمح؟ اقل من مليون مليون طن؟ مش اقل من مليون طن، مش كده يا دكتور مصطفى؟ طب يعني طب ليه؟ طب هم بكام؟ طب بقت القضيه كمان مش بكام دلوقتي؟ هم متاحين في السوق العالمي ولا لا؟ فانا ما اقدرش استنى في اللي انت بتعرضه ده المرحله الثالثه دي. تحت امر سيادتك فندم. انت قضيتك في الترعه، انا بقول كلام معقول؟ بالظبط سيادتك. والباقي كله ما يا اهاب، هو احنا هنخلص الترعه دي امتى؟ احنا ان شاء الله يا فندم هنخلص الترعه في نهايه السنه دي ان شاء الله. طب خلاص الترعه برافدها ولا ايه؟ احنا يا فندم كنا مخططين ان احنا في الدلتا الجديده، لان مستقبل مصر ده جزء من مشروع الدلتا الجديده هتغطي 800,000 فدان. طيب انا بتكلم على التوقيت بتاعها. دي الترعه دي غير الترعه اللي فوق بتاعت الحمام صح؟ ايوه فندم. طيب الاثنين هيخلصوا اخر السنه دي؟ الترعه اللي هي بتاعت مستقبل مصر ان شاء الله اخر السنه هتخلص. طيب شهر 12. طب والحمام اللي فوق؟ الحمام يا فندم ان شاء الله رب العالمين هنخلص في شهر 12، هيبقى متبقى لنا التوريدات بتاعه الطرمبات اللي جايه من بره. احنا مخططين معاهم يا فندم ان شاء الله ان الطرمبات ان شاء الله اخرنا في شهر 2 اللي جاي ان شاء الله. طيب انما الترعه نفسها بمحطات رفعها ان شاء الله؟ بمحطات رفعها، يعني محطات الرفع عندنا يا فندم ان شاء الله تخلص في شهر 9. المحطة الرئيسية اللي هي 7.5 مليون متر مكعب إن شاء الله ينتهوا في شهر 7. أنا يعني سيادتك معايا موقف تنفيذي لكل المشروعات القوات المسلحة يا إيهاب. أي فندم خليني حتة حتة بس عشان أنا وأنت واللي شغالين ومتابعين الموضوع والدكتور مصطفى عارفين تمام. الحكاية تمام، لكن إحنا يهمنا إن الناس كمان في مصر تعرف الحكاية. تمام يا فندم. أنا بتكلم الترعة بمحطات رفعها يا إيهاب يا بهاء. يا بهاء أمر سيادتك فندم، بدام هتكون خالصة على آخر السنة إن شاء الله 22 لو لينا عمر، يعني هل هيبقى في تحدي إن الكمية المطلوبة ديت اللي هم المرحلة الثالثة تدخل معانا بحيث إن هي على الأقل نشيل سنة من تبقى 22 23 أو 23 كلها؟ نراجعها يا فندم ونعرضها على سيادتك، يعني راجع بس الاعمال الصناعيه اللي هتتعمل فيها وامتداد الترع. ما احنا شغالين بالتوازي بس الجزء اللي تحت ده فندم مش كله، من 400,000 فدان احنا تقريبا مغطيين منه 200,000 فدان، باقي ال 400,000 فدان دول يدرسوا وان شاء الله ناخد لنا اسبوع ان شاء الله ونعرضه على السادة. طيب اتفضل يا ايهاب. اتفضل يا ايهاب اتفضل.
إذا سيادتك سمحت لي، فأنا هو التصرف فينا 10 مليون متر، وحاليا الإنشاء بيتم لحوالي 7 مليون، فإن شاء الله سيادتك لو ال 10 مليون ده يتوقف على دخول 10 مليون متر ومحسوبة سيادتك وفقا للتصرفات المائية المحسوبة من وزارة الري. سيادتك برضه فندم المكبر لمشروع مستقبل مصر إعادة ليه، سيادتك إحنا عندنا المرحلة الأولى اللي تم تنفيذها هي 350 ألف فدان، ودي مرحلة تم تنفيذها في خلال الأربع سنوات الماضيين. المرحلة الثانية والثالثة هنراجع فندم تمام سيادتك إن إحنا ندمج المرحلتين مع بعض، وإن شاء الله بإذن الله فندم نكون قادرين على التنفيذ. سيادتك كنت خصصت لنا مساحة 34 ألف فدان سيادتك في فبراير الماضي، وإن شاء الله فندم سيادتك هيخشوا معنا في أكتوبر زراعات القمح بإذن الله. سيادتك خصصت لنا 10,000 فدان فندم في شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبالفعل تمت زراعتها سيادتك، وإحنا إن شاء الله بدء الحصاد بدأ فيها بالفعل دلوقتي سيادتك، وإن شاء الله بإذن الله فندم. طب إحنا برضو كلام مهم بيجيب بعضه، وأنا جاي دلوقتي شفت إن في أراضي في نطاق الأرض ديت مش بتاعتك، مش تبع مستقبل مصر لكن تبع وزارة الزراعة والبحيرة، إذا كنت أنا فاهم الدكتور مصطفى، ولقيت الأرض دي أرض يعني مش واضح إن بيتعمل فيها شغل. طب يا جماعة أنتوا خصصتوا الأراضي للمطورين أو للمستثمرين، والأراضي دي ما اتزرعتش، طب منراجع مع الناس اللي موجودة هناك، تطلع اللجنة من وزارة الزراعة والري والمحافظة وأي حد تاني، طب لو في مشكلة عند الناس دي من ساعد في حلها، ما هذه أرض وهم موجودين عليها بقالهم سنوات. لو بنام احنا وفرنا لهم الأرض وما عندهم، لو عندهم مشكلة يا دكتور مصطفى، طب ما نشوف ايه المشكلة اللي عندهم نساعد، ما دي أرض متاحة وممكن تخش معانا. أنا شفت كمية كبيرة الحقيقة من الأراضي ما لقيتش عليها آثار عمل يعني، فلو في مشكلة عندهم نحل نساعد معهم نشجعهم وبتاع عشان تتزرع الأراضي دي. لكن احنا على كل حال انت دلوقتي بتكلمني في 650 ألف فدان خلال 22. تمام سيادتك فهمت. على التخطيط القديم. على التخطيط القديم سيادتك 650 وال 34 وال 10 44 مش كده؟ تمام سيادتك فهمت. يبقى ايه حوالي كام؟ قرابة سيادتك ال 700 ألف فدان مش كده؟ تمام سيادتك. يبقى احنا على الأقل بنتكلم دلوقتي من غير اي تعديلات تمام في 700 الف فدان. تمام سيادتك. طب اتفضل. ثم مشروع مستقبل مصر فندم في رؤيه جديده، توجيهات سيادتك دايما فندم بجوده التخطيط وجوده التنفيذ، وهذا كان يا سيادتك هذا هو المبدا العام لمشروع مستقبل مصر. البدء في استصلاح وزراعة 350 ألف فدان تم الانتهاء منهم سيادتك. هناك سيادتك كانت تحديات كبيرة، ولكن سيادتك أنجزنا بفضل الله، وسيادتك دعم كل العاملين بهذا المشروع. سرعة وجودة التنفيذ فندم بنتكلم عن يعني أعلى معايير الجودة مع مراعاة سرعة التنفيذ في مرحلتين. المرحلة الأولى سيادتك هي مرحلة تنفيذ البنية التحتية، وده سيادتك من خلال المواصفة المناسبة التي تتماشى مع متطلبات التنفيذ، وبنقدر سيادتك نحققه على أرض الواقع، وده سيادتك يعني إحنا حاليا يعني هو موجود حاليا في المساحة المستصلحة. المحور الثاني سيادتك هي مرحلة الإنتاج، وأيضا فندم يعني بنتعامل بأعلى معايير الجودة في مرحلة الإنتاج. أيضا بعد ذلك سيادتك زراعة المساحة الكبيرة المتصلة. إحنا قدام سيادتك مشروع كبير جدا وهو ميجا بروجكت، وإحنا هنا سيادتك بنعظم المبدأ الاقتصادي لوفرات السعة ووفرات الإنتاج. سيادتك المشاريع الكبرى برضو بنقدر إن إحنا نستفيد من وفرات الإنتاج، سواء في تنفيذ مراحل البنية التحتية أو سيادتك أيضا في مراحل الإنتاج. نأتي بعد ذلك فندم استخدام أنظمة الزراعة الحديثة. إحنا قدام سيادتك أنظمة الري المحوري بنستخدمها هنا في المشروع، ودي سيادتك لما تتمتع به من مرونة مع طبيعة الأرض المختلفة، وبنقدر إن إحنا نزرع سيادتك تضاريس ومورفولوجي مختلف عن الآخر بهذا النظام. أيضا عندنا ري تحت السطحي وري التنقيط. يأتي بعد ذلك فندم المسح الرقمي، وهي من الحاجات المؤثرة في العملية الزراعية أيضا أثناء التنفيذ وأثناء مرحلة الإنتاج. المسح الرقمي بيقوم بعملية المسح الرقمي للأرض كلها في مرحلة التنفيذ عشان أقدر أرفع تضاريس الأرض، وأقدر سيادتك أتحكم في اتجاه ومرور المياه، وده سيادتك أيضا ليه عامل كبير جدا في توفير التكلفة. في المرحلة الإنتاجية فندم هو برضو ليه دور كبير جدا في اكتشاف صحة النبات والري المتجانس والغير متجانس، وده عن طريق
طريق سيادتك البصمة الطائفية، وده بيوفر سيادتك أيضا علينا في تكاليف الإنتاج لما يتمتع به من سرعة اتخاذ إجراءات اتجاه سيادتك النبات وحالته الصحية. أيضا يأتي بعد ذلك يا فندم مجال التكنولوجيا والتحكم في مجال إدارة الطاقة والمياه. حسن إدارة الطاقة والمياه بيعكسوا رؤية المشروع في الإدارة، لأن سيادتك دول من العناصر الهامة جدا في التكلفة وفي قائمة التكاليف، وتمثل من 25 لـ30%، وده سيادتك رقم كبير جدا. يعني لو افترضنا أن في 5000 جنيه سيادتك في الفدان، يعني لو احنا عندنا 500,000 فدان وعندنا إهدار فيهم، يبقى تقريبا 2.5 مليار في كل عملية إنتاجية، وده رقم كبير جدا يعني يستدعينا أن احنا نتوقف في الإجراءات اتجاهه. يأتي بعد ذلك سيادتك، أنا بس معلش ارجع لو سمحت، أنا برضو هنا كلامي معانا في مثل الافتتاحات أو متابعة المشروعات بتاعتنا، بيبقى الهدف منها مش فقط ما أنا ممكن الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده احنا متابعينه، وممكن لما أخذه بالتليفون حتى يبقى الموقف واضح عننا، لكن احنا لما بنيجي نتكلم واحنا موجودين معاكم هنا بنتكلم الهدف منه ان احنا نفهم بعضنا البعض كل فيما يخصه الحكاية ايه. هديكم مثال، هو يعني بيتقال ايه البنية الاساسية للموضوع. انتوا تفتكروا مشروع زي ده ياخد كهرباء قد ايه؟ اقل من 1000 ميجا بهاء؟ 1250 بالظبط يا سيادتك. كويس، هو مش دلوقتي هو الرقم بيتقال، لكن تفتكروا لو كانت اولويات الدوله خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا مش داخله فيها الكهرباء والبنيه الاساسيه؟ لان انا يعني طبعا متابع الكلام اللي بيتقال كويس ومهم قوي، ان انا مش هرد عليه نظري، لا يهمني ان انا ارد عليه مش عشان حاجه، عشان افهمه اقول لينا كلنا. اذا كنتوا بتتكلموا على 1200 ميجا هنا للزراعه، واحنا ما كانش عندنا كهرباء تكفي البيوت، يبقى كان ممكن ابدا حد ياخد قرار انه يجهز بلد في فتره الحفاظ على بقائها من 7 سنين من غير ما ياخد الاجراء ده؟ طب المستشفيات اللي ما فيش فيها كهرباء، طب البيوت اللي الكلام اللي قلته قبل كده، البيوت اللي انا اسف يعني اللي بيتقطع الكهرباء فيها على مدار اليوم مره واثنين وثلاثه، تعمل ايه؟ انا مش بتكلم في رفاهيه، انا بتكلم في عناصر مهمه. وبالتالي ما كانش ممكن ابدا لما يجي نتكلم في بناء مشروع زي ده او حتى اللي موجود في توشكا تقول لي خلي الاولويات بتاعت الكهرباء لمرحله متاخره مثلا، او حجم الطرق. هتلاقوا ورا منكم هنا طريق الضبعه بترفع كفاءته وبيتوسع عشان حجم التوسع اللي بيتعمل هنا. حد يقول طب يعني ما كان ممكن نأخره برضو، مش كده؟ اوعى اوعى، انتبه انتبه، اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش. الناس بتسمعك، ولما يلاقوا الكلام مترتب يفتكروا انه كلامك حقيقي، وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام، ظلمت نفسك وظلمت الكلام. اسمعوا، احنا بنتكلم في مشروع 2.5 مليون فدان تقريبا، ممكن يكون 25% من الارض الزراعيه اللي موجوده على مساحه مصر بالكامل، اللي موجوده على مساحه مصر بالكامل على مدى الاف السنين اتعملت. طيب هو انا النهارده في الريف مش بظبط الكهرباء وبظبط الميه وبظبط الطرق وبظبط عناصر اخرى في مشروع حياه كريمه يا دكتور مصطفى؟ وبنتكلم بنقول ان المشروع ده داخله في 800 900، ومع الاسعار اللي حصلت دي يمكن الرقم يعني يمتد منها شويه لتريليون جنيه ولا حاجه، ولا الكلام ده مش طيب؟ اذا كنت انت بتنفق على 10 مليون
فدان اللي هم اقل من 10 مليون فدان كمان بتنفق على عشان تظبط جوده حياه الناس. واللي ما عملتوش خلال الاعمار السنين الطويله اللي فاتت داخل لك في 1000 مليون جنيه 1000 مليار جنيه اسف في 3 4 سنين احنا بنتكلم فيهم. يبقى انت هتستكتر ان انا لما اجي ازرع واعمل هنا كل شيء من الكهرباء للطريق لتسويه الارض لشبكات الري للترع. الكلام ده كان معمول على مدى خد اتعمل في مصر اتعمل في 400 500 سنه عشان تزرع الاراضي ديت في الدلتا القديمه. اتعمل الكلام ده في 400 500 سنه، انت جايز عايز تعمله في 4 5 سنين. لا لا ده حكايه كبيره قوي اللي بتتعمل يا مصريين. من فضلك ما تحطش رجل على رجل وتتكلم في موضوعات ما خدتش حقها من الدراسات بشكل مستفيض من متخصصين ومش بس كده، واتجمعت في سياق فكري وعلمي وتخطيطي عشان تتم طرحها. ما اتعملتش في سياق يعني ايه؟ يعني اللي ما تاخدش حته وتتكلم فيها وتسيب الباقي. انا سمعت من ضمن الكلام اللي كان بيتقال بتقول ايه؟ كنت ركزت على التعليم. الاولويه كانت التعليم. طب وانا جاي ارد دلوقتي؟ لا لا لا، الكلام ده انا قلته قبل كده يا جماعه. هو انتوا في مصر كنت ممكن تاجلوا كل شيء وتخلوا الاولويه للتعليم وهو امر مهم ومهم جدا، لكن كان هيتحمل الناس في مصر ان مفيش كهرباء ومفيش طريق ومفيش ترع كويسه ومفيش انتاج غذائي كويس و و و و هتستحملوا معايا ده عشان تعلموا اولادنا وبناتنا تعليم كويس على مدى 14 سنه ويبقى كل موارد الدوله المحدوده. موارد الدوله الايه؟ المحدوده تحطوها في التعليم. وبقول ده امر ما فيش فيه كلام مهم، لكن احنا كبشر كناس كمواطن ماشي في الشارع هيتحمل تبعات ده؟ ده كلام يعني كلام مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه قبل ما نطرحه على الناس ونعمل منه سياق لرأي عام ونقول الرأي العام الأولويات دي كانت ممكن يتاخد فيها الكلام. الكلام اللي اتعمل في مصر في السبع سنين اللي فاتوا أول شيء كان فيه يعني توفيق كبير جدا 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 من ربنا فيه. طب هو اتبنى على هوى شخصي او هوى حكومه يا دكتور مصطفى؟ لا يا جماعه، احنا الكلام ده قبل ما يتعمل اتعملت لجنه من كبار اساتذه الجامعه ورجال الدوله اللي كانوا معنيين بالموضوع ده واتحط تصور على بعضه عشان ننفذه عشان كل الكلام يتعمل يحقق اهدافه، لان ما كانش ممكن نبني على خطوه ويكون تحت منها مفيش اساس ليها. ما نتحركش تحرك، وانا بتكلم معاه انا بقول له ما تعمل لي ال 400 الف فدان دول السنه دي، يرد عليا بها يقول لي خلي بالك احنا الترعة هتبقى مش عارف ايه وحجم الميه اللي فيها ايه. مش كده برضو يا بهاء ولا انا مش واخد بالي؟ اذا يا جماعه واحنا بنتحرك في كلامنا ودلوقتي وانا بقول الكلام دوت عشان انا بطبيعتي انا بطبيعه الحال بحب دايما ابقى شايف ومتابع واسمع الكلام كله وده مهم. لكن وانا بقول الكلام ده ليه دلوقتي دي في اللقاء ده مش رد على حد، لسه قدامنا في الحوار الوطني ده دكتور مصطفى كلام كتير وهنستنى وهنسمع وهنكلم احبابنا في كل من اللي بيطرحوه. انت الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه؟ مذاكره؟ اقول حاجه، البيانات متوفره طبعا،
البيانات متوفرة؟ طبعا كل البيانات موجودة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية بالتفصيل. المهم انك انت تعمل منها سياق زي ما قلت كده في الموضوع اللي انت عايز تتناوله. في النهاية تقول انا شايف ان انتم عملتوا او بتعملوا 1 2 3 4، واتصور بالعلم وبالتخطيط كان يتعمل كده كانت النتائج هتبقى افضل، وانا محتاج اسمع ده مش انا بس كمسؤول، لا كلنا حتى الحكومة. بس من فضلكم ما تفرغوش مضمون عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا، مش على الحكومة ومش عليا ومش على البلد الناس اللي بتشتغل، لا على مصر. خايف لنكون احنا بنجحد او جاحدين مع كرم ربنا علينا. الكلام ده اتعمل، مش ده الكلام اللي انا بتكلم فيه، ده اتعمل مع دولة مستهدفة بإرهاب وتطرف وجماعات قاعدة تتكلم ليل ونهار وعناصر بتتكلم بكلام لا يليق والله العظيم. يعني من الكذب، الكذب والبهتان والإفك، و يعني مش ممكن. ولكن ربنا موجود ومطلع وشايف، وما فيش كلمة هتتقال أو تتكتب إلا ما صاحبها هيتحاسب عليها، مش مني، من ربنا. إذا كنتوا بتؤمنوا إن في ربنا اللي بيكذب وفاكر إن ده، واللي بيقول إفك وبهتان على الناس، إذا كان هو مؤمن إن في ربنا الكلام ده هيتم الحساب عليه. وصاحبه، صاحبه اللي هو بقى بيساء لي، ما عرفش الكلام ده هتعرفوه، يعني اللي هم بيكتبوا كده، دي صدقة جارية. صدقة يا دكتور مصطفى؟ صدقة جارية، يعني كل مسؤول في الدولة يساء لي ويتقال فيه كلام مش مظبوط، كذب، أو حتى في موضوعات من اللي احنا شغالين فيها ديت ويتم الإساءة ليها أو تفريغها من مضمونها، كذب، سواء بقى تقصد أو ما تقصدش. لأن أنا قلت قبل كده إن المرأة لا يصدق ويتحرى الصدق. يتحرى الصدق ده إنك لا تبلغ ما لا تعلمه، مش سمعت حاجة تروح مرددها وانت لا، قبل ما تقولها بقى بنام هتنشرها على الناس ذاكرها كويس. صدقة جارية، يعني أعراض الناس يا دكتور مصطفى لما يساء ليها، يعني دي هتبقى إيه؟ صدقة جارية. كل من يقراها دلوقتي أو حتى بعد ما المسؤول ده أو المسؤولين دول يقابلوا ربنا يلاقي الأجر جاي له، أصلهم شتموك، أصلهم أساءوا إليك، أصلهم حد أرى الإساءة دي فدي أجرها. الحكاية كده، أنتوا فاكرين الحكاية مع ربنا حكاية كده؟ ده مثقال ذرة، مثقال ذرة خيرا يرى ومثقال ذرة شرا يرى. اللي هيعمل طيب أجره على الله، واللي هيعمل رضي حسابه على الله. تفضل يا بقى. تحت أمر سيادتك فندم. ثم استكمالا وتأكيدا لكلام سيادتك فندم، احنا بنتكلم عن مشروعات البنية الأساسية اللي الدولة سيادتك يعني نفذتها، وده بما يتميز به المشروع بموقعه العبقري لقرب سيادتك بين كل المحاور. عندنا سيادتك المحور الإقليمي، عندنا توسيع سيادتك محور رود الفرج اللي هو محور الضبع الجديد، ده فندم يعني بيفرق معانا كتير جدا سيادتك، طبعا في نقل السلع الوسيطة، في نقل المحاصيل قربها من المواني والمطارات، إضافة كبيرة جدا سيادتك للاقتصاد الزراعي داخل هذا المشروع. يأتي بعد ذلك فندم إدارة الرقمنة، وإحنا هنا سيادتك قدام إدارة قوية جدا، المشروع سيادتك بيبني عليها قراراته وفيها قسمين، قسم سيادتك الداتا أناليسيز أو تحليل البيانات، وإحنا بنحلل كل البيانات حتى سيادتك، والقسم ده سيادتك بيقيم أداء
اداء الموظفين ودوره ان هو يعضد الايجابيات ويتلاشى السلبيات سواء في العمليه الانتاجيه او العمليه التنفيذيه. القسم الاخر هو قسم التنبؤ، وده سيادتك بيتنبا بالازمات العالميه وارتفاع اسعار العالميه، وايضا برضه سيادتك زي حاجه زي المتغيرات المناخيه، وهنتكلم عنها سيادتك في دور الصوب في هذا الايه في هذا التغير المناخي. البحث العلمي سيادتك احنا بنقوم بعمليات البحث العلمي مع مراكز البحوث الزراعيه زي المركز القومي للبحوث ومركز بحوث الصحراء والزراعه وكليات الزراعه، وفاتحين سيادتك يعني بابنا لكل الابحاث داخل هذا المشروع. تنميه الموارد البشريه، المورد البشري والاستثمار في العنصر البشري اهم من نجاح هذه العمليه يا فندم، ويقدر ب 80% منها. دي سيادتك احنا بنعمل برامج للزراعيين والاداريين والفنيين، وايضا في دعم كامل من اداره المشروع سيادتك سواء الدعم الاجتماعي او المادي او الدعم الصحي، وده سيادتك بيحقق تنميه روح الولاء لهذا المشروع. ايضا يا فندم في هذا يعني في هذا البند او في هذا المحور احنا بنتكلم على خلق جيل جديد يجابه التوسعات المستقبليه بنظام الزراعه الحديثه، وده مهم جدا سيادتك لاعتماد هذه المشاريع على العنصر البشري. ياتي بعد ذلك يا فندم زياده القيمه المضافه، وده من خلال سيادتك وجهت بعمل منطقه صناعيه ليصبح في تكامل زراعي، وقرب المنطقه الصناعيه من مركز الانتاج بيحقق وفره كبيره جدا سيادتك في التشغيل، وده سيادتك ايضا يا فندم بيتم حاليا في اولى خطوات البدء له. ثم هنا فندم بنتكلم عن مشروع مستقبل مصر والمحاصيل الاستراتيجيه. احنا هنا سيادتك يا فندم من خلال هذه الادارات اللي موجوده او اداره الرقمنه بنرصد سيادتك دايما حجم واردات مصر الزراعيه اللي على اساسها سيادتك بيراعى ده سيادتك في تخطيطنا للمستقبل. احنا بنتكلم عن واردات من مصر من القمح والذره والفول والصويا عام 21 8 مليار دولار، وده رقم سيادتك كبير، ولكن لولا وجود هذه المشاريع اللي نفذتها القياده السياسيه خلال 5 اعوام في خلال هذه الازمه زي ازمه سيادتك روسيا واوكرانيا او ازمه الكوفيد لكانت تفقمت هذه الازمه، ودي سيادتك الحاجات او دي سيادتك الدعائم الرئيسيه اللي قدرت تسيطر على الازمه داخل جمهوريه مصر العربيه. ياتي بعد ذلك سيادتك احنا بنتكلم تفصيلي ثم عن القمح. هنا سيادتك دور مشروع مستقبل مصر وخطته الحاليه والمستقبليه. سيادتك المشروع السنه دي يا فندم زرع 40,000 فدان قمح، ولكن فندم احنا دايما هنا سيادتك بنحافظ على التوازن الانتاجي الزراعي لضمان يعني وجود المنتج في الاسواق المحليه او كل المنتجات، ليس السلعه الاستراتيجيه فقط بل جميع السلع. عندنا سيادتك في هذا الاطار احنا متعاقدين مع وزاره الزراعه لانتاج سيادتك 18,000 فدان لاغراض الاكثار والتقاوي، يحققوا زراعه 600,000 فدان لهذا الموسم، واحنا هنا سيادتك اغراض الاكثار او التقاوي لما يتمتع المشروع به من جوده مناخ سيادتك وسيادتك معدل اداء وظيفي مناسب، وايضا سيادتك جوده التربه. في موسم 23 ان شاء الله مخطط 120,000 فدان يا فندم تحقق 360,000 طن، ده سيادتك طبعا يا فندم كان على ضوء التوسع، ولكن احنا هنراجع يا فندم تعليمات سيادتك ونشوف لو ان شاء الله يا فندم هتزيد هذه المساحه وفقا للمساحه المنفذه ان شاء الله في البنيه التحتيه. متوقع سيادتك 2024 350,000 فدان، يعني هيضيف المشروع إضافة جديدة سيادتك للاقتصاد المصري حوالي 1,000,000 طن. يأتي بعد ذلك لا معلش ارجع هو طبعا. طبعا أنا عارف أن الكلام هيكمل بعضه تمام سيادتك، لكن أنا بس حبيت أشاور على نقطة مهمة هنا، أن الكلام اللي بيقوله أو اللي بيتقال دلوقتي بيتقال إيه؟ طب لما أنتوا عندكم هنا 150 200 300 400 حتى 1,000,000 فدان، ليه كلهم ما بتزرعهمش قمح؟ وده سؤال مهم ان ممكن الناس تساله دلوقتي يا بهاء، ولازم نرد عليه دلوقتي. نقول ايه؟ انت على سبيل المثال بيقول ايه؟ احنا بالتنسيق مع وزاره الزراعه في زراعه لانتاج التقاوي. الارض ارض جديده، ارض بعيده عن الامراض والكلام دوت، وبالتالي هي بيئه صالحه، وبعدين هي ارض على بعضها. يعني بيجي يخش يعمل حاجه ينتجها في 10,000 فدان يقدر يطلع في ال 10,000 فدان دول البرنامج اللي هو عايزه، لو محتاج 20 نفس الكلام 30 لغايه 60,000 فدان زي ما بيقول. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا واحنا بننتج ده حريصين على ان احنا ننتج منتجات اخرى هيبان دلوقتي، عشان بس ما حدش يبقى متصور ان الموضوع هو قمح فقط، لا هو قمح وذره ومنتجات غذائيه اخرى، لان المكان ده زي ما اتقال كده في من المقدم بهاء، انت خدت الدكتوراه ولا لسه؟ لا لسه سيادتك فندم، ان شاء الله السنه دي باذن الله يا فندم. ربنا يوفقك. الفكره اللي انا عايز اقولها هنا
في الموضوع دوت ان المكان اللي احنا بنتكلم فيه هو قريب جدا من اسواق القاهرة والجيزة والاسكندرية. زي ما انتم شايفين المكان ده مكان زي ما اتقال مكان يعني اكتر من رائع وعظيم، وبالتالي ما نقدرش نقول، وبرضو من مش عارف اللي هقوله ده صح ولا غلط، بس من خلال مناقشاتكم عرفته، انا ما اقدرش ازرع القمح كل سنة في نفس الارض ولا بها. طبعا سيادتك فندم لازم دورة زراعية، السيد وزير الزراعة يردني مش كده يا فندم؟ يعني انت محتاج دايما انك انت ما تقدرش تقول نفس الارض تتزرع كل سنة قمح قمح قمح، لا بتعمل هنا قمح وبعدين مش ولا ايه يا فندم؟ هو سيادتك فعلا زي ما سيادتك بتقول ان مسألة الدورة الزراعية وتغيير الزراعة من موسم لآخر بيحافظ على خصوبة التربة ويحافظ على جودة المشروع، وبالتالي احنا حضرتك في اطار زي ما سيادتك قلت كده، احنا لما بنعمل مشروعات كبيره زي حضرتك ما بتقول كده بتاخد وقت كتير من الدراسات والتخطيط، وعلى حسب نوع التربه التركيب المحصوليه وعلى حسب العائد الاقتصادي لابد ان احنا ناخد في الاعتبار ان المساله احنا كدوله متجهين نحو تدعيم المحاصيل الاستراتيجيه، لكن على الجانب الاخر الامن الغذائي بصفه عامه ما يعني مهم جدا في مساله الخضر والفاكهه والمحاصيل الزيتيه والذره وخلافه، يعني هي تركيبه محصوليه متكامله بتتحط على ضوء، يعني زي ما المقدم بهاء قال حالا احنا عندنا مليون فدان، لكن هم بفعل مساله التكثيف المحصولي هيصلوا الى 1.6، لان احنا من نعم ربنا علينا ان احنا بنزرع اكثر من محصول في خلال السنه، وبالتالي المليون فدان يعني وهيبان في العرض بتاعي 1.6 مليون فدان، وبالتالي بتتنوع المحاصيل على حسب احتياجاتنا والدوره الاقتصاديه، ودائما احنا بنحرص على ان احنا نعظم الانتاجيه زي ما معرض السيد مدير مشروع، احنا يمكن في الفتره اللي جايه متجهين وبدعم سيادتك ان احنا نتوسع في مساله التقاول المعتمده، لابد ان احنا نوسع في مساله التقاول المعتمده، التقاول المعتمد من مراكز البحوث بتزيد انتاجيتها، يعني لو بصينا للقمح على سبيل المثال نجد ان الناس اللي زرعت من تقاوي المعتمده الفدان زاد له حوالي 2 أرداب أو 3، فسيادتك لو نتخيل انا عندي 3,600,000 فدان لو ضربتهم في 2 أرداب بزياده معناه ان انا زدت مساحه حوالي يعني مليون أرداب بصفه او مليون كذا بصفه نتيجه التوسع في المحاصيل، فده التوجه اللي احنا متجهين ليه. يعني طب من فضلك اشرح لهم موضوع سخة والعائق، مش شويه سخة برضو ولا انا حاطط سخة اللي هو التقاوي الجديده اللي انت اللي احنا حضرتك التقاوي الجديده احنا يمكن عندنا جيزه 171 وسخة 95، احنا الحمد لله يمكن متوسط الانتاجيه السنه دي 19 ارداب يعني ما يعادل 2.9 أو 3 طن للفدان، المتوسط العالمي 1.5 طن للفدان، وبالتالي احنا نتيجة البحوث يعني ربنا كرمنا بان احنا بنتوسع في الانتاجية مع التوسع الرأسي بتزيد، احنا يمكن كمان في الرز برضو بنحاول زملائنا بيكتشفوا اصناف جديدة وبتتحمل، عندنا اصناف ان شاء الله، وزي ما سيادتك قلت كده الدورة بتاع الارض بنغيرها من كل سنة، ايضا نوعية الهجن والاصناف برضه بنحاول نجددها كل سنة حتى ما تبقاش يعني تبقى عندها مقاومة للأمراض وتقاوم الصدأ وتقاوم كذا، فدائما بنكتشف البحوث ونطور فيها بصفة مستمرة. يعني أنا بقول كده عشان الناس كلها المزارعين بيسمعونا دلوقتي وهم بيسمعونا مهم قوي يعرفوا إن في تقاوي، لو كانت كميات التقاوي بتاعتنا تكفي الطلب، عشان ما أقولش كلام، لو أنا عندي تقاوي تكفي طلب الزراعه القمح على سبيل المثال على الرقم ده، لان انا يهمني ان الفلاح برضو يستفيد صح. انا بدل ما اطلع 2.5 و4 و2.4 طن للفدان أطلع كل كميه هتزيد هو عائد لي قبل ما تكون عائد كمان للايه للدوله للبلد يعني، فلو كانت انا بقول كده لان فرصه في دايما في المؤتمرات دي، لان حجم التغطيه وحجم المتابعة والمشاهدة ليها كبيرة، وبالتالي رسائلنا للناس ان احنا نقول لهم خلي بالكم طبعا الفلاح شاطر في مصر يعني، لكن بنقول له احنا هنقدر نوفر لك التقاوي المطلوبة اللي تحقق لك انتاجية كويسة ليك ولينا، فلو ده متحقق معالي وزير الزراعة من فضلك طمن الناس وقول لهم احنا جاهزين لده، او هنقدر نوفر 50% من الطلب لو كان طبقا للتخطيط اللي انتوا عاملينه. احنا ان شاء الله توسعنا السنه اللي فاتت
وغطينا اكتر من 60%. هو اللي انا عايز اقوله برضه في بعض المحاصيل الفلاح بيلجأ منها من التقاوي الذاتي بتاعته، لكن بعض المحاصيل ما بينفعش فيها التقاوي الذاتي زي الذره مثلا، فاحنا بنغطي 100% من تقاوي الذره احنا والشركات التابعه لنا اللي احنا بنشرف عليها. بالنسبه للقمح كانت نسبه التغطيه اقل، لما سيادتك وجهت ان احنا نزود نسبه التغطيه المعتمده للتقاوي فاحنا يمكن لجأنا الى هذا المشروع ومشروعات اخرى. احنا السنه دي متعاقدين على مساحات كبيره ان شاء الله، نامل ان احنا بس بنوجه برضه زي ما سيادتك بتقول الفلاح والمزارع ان التقاوي ان شاء الله هتبقى موجوده، ونسعى وبلاش تستخدم من التقاوي اللي عندك في البيت لان دي بتقلل الانتاجيه، فاحنا ان شاء الله متوسعين السنه دي وهنحاول تدريجيا في خلال سنه حد اقصى ان احنا نغطي احتياجات التقاوي المعتمده بالكامل لنسبه كبيره من المحاصيل، يعني الذره بالكامل، الرز بالكامل، القطن بالكامل، القمح بس كمان بعض الناس كانت بتلجأ في الماضي انها بتستخدم من القمح اللي عندها، لا احنا بنوجه لهم رساله ان احنا هندعمهم بالتقاوي، ويمكن حتى السنه دي انا وجهت ان نخفض اسعار التقاوي المعتمده عشان اشجع الناس انها تستخدم التقاوي، وبالتالي ده سبب زياده الانتاجيه. ويمكن لو زملائنا متابعينا على السوشيال ميديا والحاجات دي في ناس كتير جدا جابت 25 ارداب بالفدان والناس مبسوطه والنتائج كويسه ان شاء الله. شكرا فندم. شكرا. تمام سيادتك فندم. استكمالا فندم برضه احنا في موسم 23 ان شاء الله عندنا 60,000 فدان برضه اغراض اكثار هيحققوا سيادتك زراعه 2 مليون فدان ان شاء الله الموسم الذي يليه. ناتي بعد ذلك يا فندم هو الذره. الذره سيادتك مصر بتستورد حوالي 2.5 مليار دولار سيادتك سنويا، ده رقم كبير جدا سيادتك، حوالي من 8.5 مليون ل 9 مليون طن. هنا سيادتك الذرة له استخدامات كثيرة جدا، منها الصناعات العلفية والزيت وأيضا السكريات الكحولية، وبيدخل تقريبا في 250 ل 300 طن بيخشوا في اتجاه السكريات الكحولية. عندنا سيادتك فندم مشروع مستقبل مصر حاليا هو يقوم زارع وبيكم بيستكمل زراعة سيادتك حوالي 40,000 فدان في هذا الموسم سيادتك، يحققوا 120,000 طن، ثم إن شاء الله مخطط في 2023 70,000 فدان لتحقيق 220,000 طن، ثم موسم 2024 150,000 فدان سيادتك ان شاء الله فندم تحقيق 450,000 طن. ياتي بعد ذلك فندم احنا بنتكلم على سلعه هامه جدا، ولان احنا يعني بالقرب من الوصول للاكتفاء الذاتي منها، واحنا بنتكلم قدام بنجر السكر. مصر سيادتك بتستهلك حوالي 3 مليون طن سكر، كنا سيادتك من 5 سنوات بنستورد اكتر من مليون طن من الخارج. النهارده في هذا الموسم يا فندم الموسم السابق احنا عندنا مصر استوردت حوالي من 250 ل 300,000 طن نتيجه حضرتك انتاج من 1.7 سيادتك، يعني احنا 2.7 طالعين السنه اللي فاتت سيادتك سكر، منهم سيادتك 1.8 طالع من بنجر السكر و9 سيادتك طالع من قصب السكر. وهنا فندم بنقول ان مشروع مستقبل مصر بيمثل 65% من الزراعه الاليه لبنجر السكر في مصر، والحمد لله سيادتك الانتاجيات كبيره جدا. واحنا بنتكلم برضو المخلفات الخاصه بالبنجر اللي هو التفل بتاع البنجر سيادتك او العلف، احنا قدام في هيكل الصادرات أكبر صادرات مصر الزراعية منها، وقدرت بحوالي 600 مليون دولار سيادتك الموسم السابق. قدام الفول الصويا فندم احنا بنتكلم في 2.3 مليار دولار مصر بتستوردهم، وطبعا سيادتك انتاجه سيادتك لأغراض الزيت، وأيضا 75% دائما سيادتك منه بيروح برضو سيادتك لأغراض الزراعة العلف سيادتك، لأن هو مادة ملأة سيادتك وبيبقى بالأنيمال أرج والحاجات دي كويس سيادتك، وبيضيف إضافة كبيرة جدا للعلف. عباد الشمس أيضا سيادتك احنا قدام 380 مليون دولار تم سيادتك استهلاكهم سيادتك، او تم دي حجم سيادتك واردات مصر الزراعيه في موسم 2021. وهنا بيبين دور هذا المشروع فندم في تحقيق اولا 5 مليون طن بنجر سيادتك ب 715 الف طن سكر خلال ال3 سنوات، ثم سيادتك الفول الصويا في 1000 فدان اكثار بغرض زراعه 40,000 فدان سيادتك فول صويا. عباد الشمس سيادتك 630 فدان منهم اكثار سيادتك ومنهم تصنيع برضو ايضا سيادتك ل 70,000 فدان الموسم الذي يليه. عندنا رقم سيادتك رصدته اداره الرقمنه داخل المشروع، وده سيادتك رقم بيرسخ سيادتك هنا دور سيادتك التوسع اللي تم حدوثه في المشروع من الرقعه الزراعيه. بنتكلم عن 550 سيادتك مليون دولار تكلفه الفرصه البديله لمحل واردات، واحنا هنا برضو سيادتك بنتكلم عن سلع استراتيجيه فقط، محل واردات مشروع مستقبل مصر بمساحه 288,000 فدان وذلك خلال 3 سنوات. ياتي بعد ذلك فندم سيادتك
تطور المساحة المنزرعة في مشروع مستقبل مصر. سيادتك هنا يا فندم احنا عندنا سيادتك القمح بدأ ب 4000 في موسم 2019، النهارده سيادتك 40000، مخطط 120000، 2024 مخطط 350000. بنجر السكر سيادتك 5000، واحنا النهارده سيادتك 65000 ومخطط 100000. ولو احنا سيادتك يعني احنا قدام سلعة، لو قدرنا ان احنا نوصل لمرحلة الاكتفاء، بل ان شاء الله سيادتك احنا في طاقة مصانع تستدعي ان احنا نفكر ان احنا نقوم بعد كده بالتصدير ونظرا لارتفاع السكر في السوق العالمي. احنا برضو ايضا سيادتك قدام الذرة بدأ ب 5000 والنهارده سيادتك 40000 وعندنا مخطط ان شاء الله باذن الله 70 ثم 150. قطن طويل التيلة ان شاء الله سيادتك داخل معانا في الموسم القادم وهنبدأ ب 5000 وثم سيادتك 15000. طبعا الفول الصويا 1000 واحنا ان شاء الله باذن الله سيادتك الموسم القادم هيبقى 40000، ثم العباد يا فندم واحنا هنا برضو سيادتك خطة التنمية الصناعية اللي سيادتك وجهت بيها مخطط انها تتناسب مع خطة التنمية الزراعية ان شاء الله. ثم تعاون مشروع مستقبل مصر سيادتك مع شركاء التنمية. شركاء التنمية سيادتك وفقا للتوجيهات يا فندم باستغلال جميع موارد الدولة في تعاون كامل مع الوزارات على رأسها وزارة الزراعة في أغراض الإكثار والتآوي والتجارب وأيضا الأبحاث الزراعية وتحليل التربة وأمراض النبات، وحاليا سيادتك تحديث قناة مصر الزراعية وتحديث الهوية البصرية لترسيخ الإرشاد الزراعي داخل القطر المصري. ثم وزارة الكهرباء لها دور أيضا سيادتك في ربط المشروع من الشبكة الرئيسية، عندنا محطات 350 ميجا سيادتك، مستهدف 1200 ميجا سيادتك داخل الدلتا الجديدة، ودايما سيادتك بيبقى لها دور في عملية الإسعاف الزراعي لو سيادتك حدث ان احنا تأخرنا في دخول المحطات، بيبقى في محطات متنقلة وبتعمل إضافة عشان سيادتك وفقا للتوجيهات ان احنا نلحق دائما موسم القمح من كل عام. ثم يأتي بعد ذلك يا فندم دور وزارة الموارد المائية وفي الحفاظ على المقننات المائية، واحنا هنا بنؤكد في ان المرحلة الاولى سيادتك المقننات المائية في حفاظ كامل عليها، سواء بالمسافات البينية ما بين الابار وبعضها وتصرف سيادتك طلمبات الرفع يا سيادتك حتى لا يحدث اي نوع من انواع السحب الجائر. وزارة البترول والثروة المعدنية احنا بنتكلم قدام سيادتك خام البتروكيماويات احنا بنستخدمه سيادتك في عملية البنية التحتية، وبناخد الخام ده سيادتك عشان نصنعه مواسير سواء البي في سي او البولي إثيرين، وأيضا إمداد المنطقة الصناعية سيادتك بخط الغاز. وزارة الاتصال سيادتك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احنا بنتكلم عن حزم برامج سيادتك المشروع هي مادة المشروع بيها وللوصول للحوكمة. أيضا وزارة التخطيط والتنمية احنا برضو فندم التحول الرقمي الجغرافي، وده له دور كبير جدا سيادتك، احنا عندنا برنامج زي بلانت وهو زيه زي برنامج المسح الرقمي، بيحدد طبيعة وتضاريس وأيضا سيادتك بيحدد إصابة النباتات سيادتك والري المتجانس والغير متجانس، واحنا بنحاول ان احنا نستفيد من كل موارد الدولة. يأتي بعد ذلك فندم الدور الهام جدا وهو دور المستثمرين داخل مشروع مستقبل مصر. المستثمرين داخل مشروع مستقبل مصر بيحققوا طفرة نوعية في نمو هذا المشروع، ويقوم المشروع بدعم المستثمرين في جميع المجالات سيادتك، وأيضا دعمهم سيادتك في التنوع الزراعي داخل السياسة الزراعية الموضوعة من الإدارة الاقتصادية للمشروع. أيضا هناك سيادتك تشارك ما بيننا وبين إدارة المشروع وما بين المستثمرين في جميع أنواع الزراعات، وبيبقى في طبعا سيادتك تبادل خبرات وتبادل منافع ما بيننا وما بين المستثمرين، وده له دور كبير جدا في التنمية الزراعية داخل المشروع. يأتي بعد ذلك يا فندم مشروع المنيا وبني سويف واللهون، واحنا هنا سيادتك قدام منافع مشتركة، احنا قدام 60000 فدان حاليا ان شاء الله انتهاء يناير القادم، وبدء زراعة بنوعة سيادتك ان شاء الله في مارس القادم هيكون المساحة كلها بإذن الله يا فندم منزرعة، ولكن قدام منافع مشتركة احنا هنا سيادتك قدام 175 مليون شتلة هيتم زراعتهم شتلات القصب، هو ترسيخ جديد للزراعة سيادتك بالشتلات، وده يا فندم هيضيف إضافة سواء من توفير المياه وهيحقق ايضا غرض اخر، ان احنا عندنا مصانع موجوده في جنوب مصر عندها عجز سيادتك في الماده الخام، فهنمد هذه المصانع بالماده الخام لكي تعمل بكامل طاقتها، واحنا برضو قدام توفير في المياه سيادتك 50% من الري بالغمر، وقدام ايضا عمر نبات اطول بيصل لخمس سنوات، وايضا قدام انتاجيه اعلى تصل لخمسين طن في الفدان، وان شاء الله برضو يا فندم هيبقى في محاصيل مختلفه في مشروع المنيا وبني سويف. ياتي بعد ذلك المشروع. من فضلك لو سمحت ارجع لو سمحت ارجو ان احنا نبص على الخريطه دي كويس. اللي انتم شايفينه ده اللي هو باللون الازرق مش كده يا بهاء؟
اللي هو ده الترعة مش كده؟ اللي هي قدامنا دي مش كده؟ تمام سيادتك. طيب أنا عايز أقول للمصريين ولينا كلنا إن الأرض الطبيعية كانت الأرض اللي هي غرب النيل، ده النيل صح كده؟ تمام سيادتك. والأرض دي هي غرب النيل، وكانت دي أرض مش محتاجة لا تعمل لها محطة رفع ولا تعمل لها ترع ولا حاجة، دي المية ماشية عادي خالص، مجرد في أنطرة ترفع المية شوية لو احتاجنا تقوم تدخل على الترع الفرعية العمودية على النهر والناس تزرع. طيب اللي احنا بنعمله هنا ايه؟ الأرض دي أعلى من منسوب الترع النيل، وبالتالي اضطرينا ان احنا نعمل مأخذ هنا ومأخذ هنا مش كده برضو؟ تمام سيادتك فهمت. مأخذ هنا ومأخذ هنا نرفع المية لأكتر من 70-80 متر إذا كنت أنا فاكر مش كده أهاب؟ آه. وبعدين أدخلها في الترعة ديت، أشق ترعة طولها بقى 20-30-40 كيلو عشان أصل إلى الأراضي الصالحة اللي هي أكيد أقل من الأراضي الصالحة اللي كانت موجودة في الوادي. طب دي تكلفة كتير؟ آه كتير قوي؟ أيوه. بس أنا عشان أزرع 60,000 فدان دول وحطهم على خريطة الإنتاج يا دكتور مصطفى ما كانش ممكن قدامي خيار غير كده. على موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا، فكان لابد أن الدولة تخش عشان تنتع تعمل إنتاج إضافي وبديل للأراضي اللي اتخذت، وإلا يبقى هنبص لقينا بعد شوية نتيجة التعدي اللي حصل خلال السنين اللي فاتت بقى حجم الأراضي تآكل بشكل كبير، والأراضي دي حتى جودة إنتاجها أنت بتبقي تبني بيت وبعدين المنطقة المحيطة بالبيت ده بتبقى في الغالب ما بتزرعش، لما تيجي تبني بقى في 100 فدان 200-300-400 بيت أنت تقريبا خلصت على الأرض. لكن هنا حتى هنا في اطلعوا بالطائرة كده مش هتلاقوا على مسطح المليون فدان دول بيت واحد، وحتى لما هنيجي نختار نعمل منشآت للناس هنختارها على أراضي غير الصالحة بالمطلق للزراعة، أرض صخرية. أنا بشرح الكلام ده لينا هنا عشان بقول تاني اعرفوا إن احنا نتيجة ممارسات عملناها خلال 50-60 سنة اللي فاتوا بنضطر نحط النهاردة عشان نزود أولا إنتاجنا عشان يكفي النمو السكاني اللي موجود لازم أزود إنتاجي. وقلت قبل كده من يمكن 10 أيام ولا حاجة في كلامي قلت يا جماعة لو كان عدد سكاننا 40-50 مليون كان إنتاجنا من الزراعة كان هيكفي طلبنا ومش هنحتاج نشتري حاجة من برة ما أمكن يعني، لكن لا حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدولة بتعمله ده على مدى السنين اللي فاتوا، فحصل فجوة حصل عجز فرق كان لابد إن احنا نشتغل عليه. الكلام اللي بنعمله ده تكاليفه ضخمة جدا، وأنا بقول الكلام ده لأن ممكن يبقى في نقاش في النقطة دي يا دكتور مصطفى يقول لك إيه أنتوا بتكلفوا الكلام ده ليه؟ طب أنا هرد عليك وأقول لك أنا عندك بديل تاني، طب ده فرص عمل؟ كل فدان يشغل له قد إيه؟ طب الحتة دي لما اخترنا المكان ده بني سويف المنيا كان من ضمن الكلام اللي فيها إن الدراسات كانت بتقول إن المناطق دي أو المحافظتين دول من أكثر المحافظات الأكثر احتياجاً. أنا بقول كلام مهذب. طب أنا يعني الأكثر احتياجاً أعمل لهم إيه؟ أعمل لك فرص عمل تيجي تشتغل هنا ترجع لبيتك آخر اليوم بقرشين تصرف على البيت، ولا سيبك أكثر احتياجاً؟ فالهدف مش بس إن أنا ألبي طلب كمان أوفر فرص عمل، خاصة لو قدرت ان انا اعمل كمان معاها تصنيع زراعي، يعني المنتج اللي طالع ده استفيد منه اكبر استفادة ممكنة. فانا بقول ان 60,000 فدان دول ما تبصهم يعني لما يطرحهم مدير المشروع فانت تقول ايه في 60,000 فدان، لا 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 دي حكايات يا جماعة، وانا بشرح وبتكلم بالطريقة ديت عشان اوصل الحكايات لينا اللي ما يعرفش يعرف واللي مش متعلم يتعلم. أنا بقول كلام صعب، واللي مش متعلم يا دكتور مصطفى يتعلم
يعرف يعني ايه بلد والبلد دي تعيش ازاي. المئة مليون اللي موجودين على ارض مصر مش عايشين كده، كل موضوع وراه حكايات كبيره قوي. اتفضل. ثم ياتي بعد ذلك فندم مشروع الصوب الزراعيه في اللاهون، واحنا سيادتك لما نتكلم عن الصوب عموما هو اسلوب يتحكم في الظروف البيئيه المناسبه لنمو المحصول. احنا هنا بنقول كده سيادتك لان نرجع تاني لموضوع سيادتك التغير المناخي الذي اصاب العالم. هنا سيادتك بتتكلم عن منافع كبيره جدا لوجود الصوب الزراعيه سيادتك داخل هذا يعني داخل هذا داخل القطر المصري، واحنا تقريبا تصنيفنا الثالث او الرابع سيادتك، عندنا في اسبانيا والمغرب وتركيا بقينا من اكبر الدول اللي عندها سيادتك كم كتير من الصوب الزراعية، وإحنا إن شاء الله مستكملين فندم وفقا للتوجيهات. عندنا 16,000 فدان منهم 1,800 صوبة، منهم 800 صوبة أسباني، الصوبة 6 فدان، وعندنا 1000 صوبة مصري هكتار. بنتكلم عن استراتيجية جديدة سيادتك في الزراعة نظرا للتغير المناخي، إن إحنا في خطة إن شاء الله موضوعة هيبقى في زراعات من الفاكهة سيادتك هتبقى موجودة. أيضا أما نتكلم عن الفاكهة سيادتك يعني عشان برضو فندم قد يكون سيادتك إن حد ممكن يستغرب ان زراعات الفاكهه داخل الصوب، لا زراعات الفاكهه داخل الصوب سيادتك في ظل التغير المناخي عندنا مشاكل حصلت في زراعات المانجو سيادتك وزراعات الزيتون الموسم القادم بسبب التغيرات الموسم السابق بسبب التغيرات المناخيه، احنا بنتفادى ده داخل الصوب باستهلاك ميه سيادتك اقل، انتاجيه اعلى، انتاج مبكر ان شاء الله فندم. تاكيدا اللي هنا احنا عندنا المشروع ده وفي جراف يعني هيشرح طبعا لكن ما فيهوش الصوب الزراعيه، احنا عندنا 40,000 عامل يومي عماله غير مباشره في هذا المشروع و5000 عامل مباشر سيادتك. بدء تشغيل المشروع ان شاء الله فندم في 15 يوليو القادم اول مرحله وهو على ثلاثه مراحل، ان شاء الله انتهاء هذا العام باذن الله، وهيكون سيادتك اضافه جديده سيادتك للاقتصاد الزراعي، وهدفنا فيه تنظيم طرح الانتاج طول العام للتغلب على التقلبات السعرية الحادة بإذن الله يا فندم. معلش ارجع لو سمحت. أنا هنا في الصوب الزراعية كنت اتكلمت عليها قبل كده وبتكلم عليها، وكان آخر كلام ليا مع الدكتور مصطفى قلت له الصوب الزراعية بالنسبة لي محط التحلية، مش كده يا دكتور؟ كلام غريب قوي، يعني أنا بدل ما أعمل محطات تحلية وأخد المية أزرع بيها لو ده أمر غير اقتصادي على الإطلاق يعني. لكن فقلت له الصوبة الزراعية دي بتاخد الفدان بتاعها بياخد كمية مية أقل من الفدان حتى اللي بيتروي ري حديث. أنا بقول كلام مظبوط مع وزير الزراعة؟ ما أنا عارفة بها. تمام ست. مش كده يا فندم؟ يعني أنا النهاردة لو كنت بزرع الفدان بمتوسط 10 15 20 ألف متر مية في السنة، بالصوبة الزراعية يمكن الكمية دي بتنخفض اكتر من 50-60%. انا بقول كلام معقول؟ طبعا. انا مش اكتر من كده. لا طيب حد يقول لي طب الصوبة دي الفدان بيكلف مليون جنيه واكتر، ده انا بتكلم كصوبة بس مش كبنية اساسية كهرباء وطرق وحاجات اخرى. الصوبة الحديد دي ساعة لما خدنا القرار ده من 3 سنين ان احنا نعمله كانت بمليون جنيه بهاء. تمام سيادتك فهم. مش كده بالظبط سيادتك فهم. ها اللي هي بتغطي فدان، يعني 16,000 فدان دول ب 16 مليار جنيه. 16 مليار جنيه، لكن كمية المية المستخدمة ليهم ل 16,000 فدان دول قد يساوي في الري بالتنقيط تقريبا 4,000 فدان 5,000 فدان. ثم حجم التشغيل اللي هيتم عليهم. إذا لو أنا النهاردة نظريا قلت إن أنا أزرع، لما جيت طرحت الموضوع ده من 4-5 سنين وقلت ان احنا نزرع 100,000 فدان صوب في الوقت ده، او قلنا 50,000 فدان وبعدين بنتكلم في 100,000 فدان، الارقام اللي بنتكلم عليها كفلوس غير موضوعيه خالص. من منظور ايه؟ ان حد اقول له تعالى اعمل صوبه يقول لي ده هتتكلف غير ثمن بنيتها مليون ولا 2 مليون جنيه عشان اطلع انتاج هيجيب لي كام؟ مش هعملها. مش ايه؟ مش هعملها الا اذا كنت هصدر. الا يا بهاء كنت هصدر اذا كنت هصدر، فالتصدير هيقول لك اللي اذا كنت بتقول الكيلو ب 3 4 5 جنيه 7 جنيه 10 جنيه هيبقى ب 2 3 يورو، مش كده؟ وبالتالي لا يدفع فيها. ده منطق ومنطق اقتصادي نحترمه، ولكن منطق الدوله لابد ان يبقى ليك مسار مختلف.
لما تكون لك ظروف مختلفة في بلدك، وإلا هتفضل تقول كلام ما يتعملش وتقول حلول ما تتنفس. تقف هنا على البنش تطرحها وتعلنها للناس والنتيجة صفر. والنتيجة إيه؟ لأنك أنت قلت وما تبعتش اللي أنت قلته ونفذته ولا ما نفذتوش، والأرقام المطلوبة ليه اتحققت ولا ما اتحققتش. برضو بقول الكلام ده لينا كلنا اللي موجودين، وأنا شايف إعلاميين موجودين معانا قاعدين، أهلا بيكم. القصة قصة المعرفة والإدارة. كتير مننا يقول إحنا بليبيا تدخل أحيانا في البرامج وهي بتتعمل، هو عنده وقت يتفرج؟ آه طبعا، لأن أنا عايز أعرف إحنا هنشكل فهمنا ووعينا للناس إزاي. عايز أطمن إن يا ترى زمايلي الإعلاميين اللي موجودين وحتى ضيوفهم لما يتناولوا قضية من القضايا بيتناولوها بشكل شامل وعميق، بحيث إن أنا اللي بيسمعهم يستفيد من ده، ولا محتاجين نعزز الكلام أكتر ونلقي الضوء عليه أكتر. الكلام اللي بيقولوه بهاء ومعالي وزير الزراعة، اتفضل استريح. اتفضل استريح. وكل المسؤولين الموجودين، مش عايز اقول لكم يعني ايه، مش عايز اقول انا حافظه، مش عايز اقول كده، لكن انا لما بقف هنا بقوله وبقول اعملوا حسابكم في 100,000 ده نصاب، يوم الناس كتير يقول لك ياه انت هتصرف 100 مليار جنيه للصواب. ما انا في تحدي ان انا البي لكم او البي البلدي واهلي وناسي مطالبهم، وهعرف بفضل الله ازاي اعمل دي. مش هعرف، انا عرفت وبجري عليه. مش انا قايل لك شوف لي مين الشركات المصريه اللي مستعديه تعمل تصنيع للصواب المصري، مش كده يا بهاء؟ تمام سيادتك. عشان نعمل قد ايه؟ سيادتك اديت توجيهات ان احنا هنعمل هنا 15,000 فدان كمان سيادتك، في 300,000 فدان اللي احنا بننفذهم يا فندم. عشان اعمل ايه؟ لان ال 15,000 فدان دول انتاجهم هو مش زي انتاج الفدان العادي، يبقى وفرت ميه اكتر من النص، زودت انتاج للصوبة اللي بتطلع، شغلت ناس يعني اوفر فرص عمل. اذا كنت بتكلموا على في 800,000-900,000 او اكتر بينزلوا سوق العمل سنويا، طب ما حدش قال الناس دي هتعيش ازاي؟ ما هو قبل كده كان ممكن من 40-50 سنة كانت الحكومة توظف وتشغل، بس الموضوع ده خلاص بقى تجاوزته القدرات بتاعت الدولة انها تقدر توظف كل سنة مليون. هتشغلهم فين؟ ثم التجربة والمسار عمل ايه؟ يا ترى حقق اهدافه؟ الكلام ده كان لصالح الاقتصاد وصالح التشغيل، ولا كان عبء على الدولة وعبء على تقدمها؟ ثبت مش من دلوقتي، من سنين طويله فاتت، ان القطاع الخاص قادر على ان هو يدير عمله بكفاءه عاليه. وانا بقول هنا عشان الشغل اللي انتم شايفينه ده اوعوا تفتكروا انه بيتعمل واللي بيديره ويشغله لا، ده انا كنت بتمنى ان احنا، والمفروض ان احنا بنقابلهم يا بهاء، ان هم المستثمرين اللي بيقوموا بالشغل ده، بس هم هنا انا ما اقدرش اقول لهم تعالى اعمل البنيه الاساسيه بتاعت المشروع ده، لكن انا بقول له ايه، انا هكفيك الموضوع ده كله وتعالى انت خد الالف فدان، الالف فدان ازرعهم طبقا للدوره الزراعيه المناسبه ليك ولينا للبلد يعني، ثم ليك انت كمستثمر عشان تحقق ارباحك. فمزرعه اللاهون اللي بيتكلم عليها دي موجودة في الفيوم، وبالتالي برضو من المحافظات اللي كان عندها يعني محتاجة ان يبقى فيه تشغيل فيها كويس. فلما تيجي تقول النهاردة هناك اقدر للصوبة مثلا فرد او اتنين يشتغلوا فيها بشكل دائم على مدار السنة، يعني انت بتتكلم في 16-30,000 بن ادم برضو هيتحرك يجي اخر اليوم واخد
يعني قرشين يعيش بيها هو واسرته يعني. اتفضل. تمام سيادتك فندم. سيادتك سمحت لي فندم، هو برضه في قطاع كبير من المستثمرين الزراعيين موجودين سيادتك فندم. ان شاء الله فندم سيادتك احنا قدام مشروع مستقبل مصر في ارقام، وده سيادتك امر هام جدا. من عام 2017 200,000 فدان تم استصلاحهم سيادتك، ثم سيادتك عندنا محطتي كهرباء 350 ميجا في 10 اشهر، 150,000 فدان اضافيين لتصبح المساحه 350,000 فدان. عندنا في 3 اشهر سيادتك تم استصلاح وزراعه مساحه اضافيه اخرى سيادتك اللي هي ال 10,000 فدان، ان شاء الله ال 34,000 فدان يا فندم في هذا العام. ان شاء الله سيادتك عندنا مليار جنيه ميكنه زراعيه ولما تحققه من قيمه مضافه للزراعه داخل المشروع. ايضا سيادتك 2023 300,000 فدان وسيادتك، وهنراجع يا فندم ان شاء الله. منطقة صناعية سيادتك مرحلة أولى سيادتك وجهت بيه وبدء حاليا تم البدء في التنفيذ مليار جنيه، وهنتعرض لها أثناء الشرح دلوقتي سيادتك. عام 2024 400,000 فدان مستهدف تخفيض في قيمة حجم واردات مصر المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة والفول الصويا والسكر في 24 إن شاء الله فندم مليار دولار كتكلفة فرصة بديلة. أيضا سيادتك التكلفة الاستثمارية ورأس المال العامل في مشروع مستقبل مصر 133 مليار في 2024، وحيوضح سيادتك الانفوجراف القادم تطور رأس المال العامل والتكلفة الاستثمارية في مشروع مستقبل مصر مرورا سيادتك من أول 2019 حتى إن شاء الله سيادتك 2024. والانفوجراف ده سيادتك بيوضح مراحل تطور رأس المال العامل والتكلفة الاستثمارية داخل المشروع. سيادتك احنا هنا فندم قدام تطور معدلات الايدي العامله بمشروع مستقبل مصر، واحنا هنا سيادتك بنتكلم عن محور الضبعه وليس عن المشاريع الاخرى المنيا وبني سويف واللاهون. وهنا سيادتك بنتكلم عن في سيادتك 19 كان 600 عامل 6600 عامل و23 الف غير متغير. ال 600 هي سيادتك العماله المباشره وال 23 عماله غير مباشره، مرورا بعد ذلك يا فندم ب 2400 ثم سيادتك 9000 ثم سيادتك مرورا احنا النهارده 350,000 فدان. عندنا 10,000 سيادتك عامل مباشر و 360,000 عامل غير مباشر. ان شاء الله يا فندم بانتهاء المشروع في 2024 هيكون عندنا 21,000 عامل عماله مباشره، وعندنا سيادتك 1.5 مليون عماله غير مباشره. هنا سيادتك احنا قدام اللي سيادتك فندم تفضلت بيه ان احنا بس مش بنزرع محاصيل استراتيجيه فقط، ولكن احنا قدام زراعات موسم 18 19. وهنا فندم الجدول اللي موجود امام سيادتك ده بيبين ايه التنوع الزراعي. ثم احنا هنا سيادتك في موسم 2021 باين يا فندم هنا سيادتك جميع تطور المحاصيل الزراعية داخل مشروع مستقبل مصر، ليست محاصيل استراتيجية بس ولكن جميع المحاصيل. وده دايما سيادتك يعني في السياسة والتوازن داخل السوق المحلي وتصدير الفائض، هو سيادتك ده موضع تخطيط واعتبار بالنسبة لنا. يأتي بعد ذلك يا فندم بنتكلم عن المنطقة الصناعية، واحنا هنا سيادتك بنتكلم عن حاجة سيادتك كنت وجهت ببدء العمل فيها، واحنا بنتكلم عن ثلاجات تبريد. وطبعا سيادتك قرب المنطقة الصناعية من مركز الإنتاج ليه سيادتك يعني وفرة كبيرة جدا، وبيحقق مبدأ وفرات السعة من توفير المنتج. عندنا دائما سيادتك في 5% فقد بس بيحصل للمنتج أثناء النقل غير تكلفة النقل. أيضا فندم عندنا محطات الغربلة ومحطات الفرز والتعبئة وأيضا الصوامع إضافة جديدة جدا سيادتك للمشروع القومي للصوامع، وأيضا المحافظة على السلع الاستراتيجية. في هنا سيادتك بس حاجة احنا عاملينها ملحق بهذه الصوامع مجففات للذرة، واحنا سيادتك هنا دايما عشان نسبة الرطوبة بتاعة الذرة ما تزيدش ده بيمكننا ان احنا نزرع شهر مبكر، فبيمكننا ان احنا نقدر نحقق دورتين للذرة، فنحاول ان احنا نسد في حجم الواردات اللي جاي لمصر. عندنا برضو معامل التربة و يا بهاء اشرح كلامك. حاضر فندم. اشرح فكرة المجففات دي احنا عملناها ليه؟ تمام سيادتك. وهتحقق لنا يعني ايه اعمل اتنين موسم دورة زراعية؟ تمام سيادتك. أيوة. يعني اشرح للناس عشان يمكن في ناس في الريف عايزين يفكروا في الموضوع ده. تمام سيادتك كده يعني. تمام سيادتك ده طبعا سيادتك بنتكلم في الصوامع المجففات، احنا نسبة رطوبة الذرة اما بنزرع في عروة مارس دايما لما بيخرج الذرة، الذرة دايما بيحتاج جو سيادتك يعني جو سيادتك حر في عملية الحصاد بتاعته، عشان سيادتك بتزيد من عملية الإصابات لو احنا النهاردة حصدنا في شهر 10. في شهر 10 و11 بيبقى الأغراض مش حبوب، بيبقى أغراض للسايلج، فنقدر ان احنا سيادتك من خلال المجففات ان هو يخرج في شهر 5 يخش المجففات نقلل الرطوبة بتاعته، وده اللي احنا عاملينه سيادتك في الصوامع.
ثم يعني يقصد بهاء ان احنا يعني نرجع كده لايام سيدنا يوسف، ليه هو كان ساب القمح في سنابله؟ يعني لان هو لو كان عمل له حصاد وبقى القمح زي ما هو موجود كده قدامنا في ما يستحملش 3 4 سنين ويفسد يتلف، والذره بالرطوبه اللي موجوده فيها ما تستحملش التخزين، مش كده ولا ايه؟ صح يا فندم. وبالتالي هو لما بنكون بنتكلم على دول متقدمه بتدينا ذره، بيبقى عندهم فرصه ان هم يجففوا الذره ده ويدوه لنا مجفف فيتحمل النقل ويتحمل الـ يعني عمليه التصدير والتخزين بعد كده. عندنا ما كانش بيتعمل، وان كان بيتعمل ما يتعملش على مسطحات ضخمه، فبالتالي لابد ان الذره يستهلك في حينه. المجففات اللي بيتكلم عليها دي تتيح لي ان انا لما نشف الذره ده ان انا احطه في الايه؟ في الصومعه اخزنه، مش كده؟ صح. انا اقصد اقول دي عشان نعزز يعني ونضيف قيمه في استخدامنا للذره على مدار العام لو امكن، يعني مش كده يا بهاء؟ تمام سيادتك. كنت عايزك تقول الكلمتين دول. تمام سيادتك. اتفضل. ايضا يا فندم، معامل التربه وامراض النبات لها دور كبير جدا في اتخاذ القرار الزراعي، وايضا سرعه اتخاذ القرار الزراعي يا فندم بيفرق في عنصر التكلفه الهامه بالنسبه للاسمده والمبيدات وتحديد الامراض، وده برضه يا فندم بيفرق معانا في تنفيذ البنيه التحتيه، ان احنا ازاي دايما بنحدد طبيعه الارض وطبيعه التضاريس اللي موجوده والتصنيف الحقل للتربه والزراعات الملائمه لها. برضه سيادتك احنا هنا قدام المرحلة الثانية، فبنتكلم سيادتك عن مصنع البصل والثوم المجفف، وزي سيادتك يعني اما قلنا فندم ان احنا وفقا لخطة التنمية الزراعية بنحط خطة التنمية الصناعية عشان سيادتك يبقى خطوط الانتاج تعمل بكامل طاقتها، وده فندم برضو احنا واضعينه يعني موضع اعتبار بالنسبة لنا. مصنع الزيت هيكون في توسع في الوقت ده في الزراعات الزيتية سيادتك والمحاصيل الزيتية، وعندنا مصنع العلف برضو كنا تكلمنا سيادتك ممكن يخش فيها الاعلاف الخاصه سيادتك بعباد الشمس والصويا، وهيخشوا معانا في مصانع الاعلاف. ايضا مصنع الخضروات المجمده، وده برضو سيادتك بيعمل يعني يقدر ان هو بيحافظ على المنتج اكبر فتره ممكنه، ويعني هو بيمتص الفائض من الانتاج. نهايه يا فندم، مشروع مستقبل مصر ليس فكره ولكنه واقع ورؤيه طموحه لشعب عظيم ورئيس مؤمن بحياه كريمه لهذا الشعب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر يا فندم. بعد سيادتك.